انضم إلينا من كييف الدكتور غيث أحمد مناف، عضو هيئة الإعلام الحرب الأوكراني. أهلا بك سيد مناف على شاشة الغد من جديد. يصف الرئيس الأوكراني معركة بخموت بالصعبة والمؤلمة، ما الذي يعنيه ذلك الآن؟ تحية طيبة عزيزتي. كل ما يحدث اليوم في الساحة العسكرية في منطقة باخموت هي لا تختلف عن باقي المدن الأوكرانية التي تشهد العمليات العسكرية من عمليات تحرير القوات الأوكرانية لمحاورها الشرقية وأيضا الجنوبية الشرقية. أيضا اليوم إن أردنا التحدث عن معركة باخموت، هل هذه المعركة أصبحت وشيكة بيد القوات الروسية أم هل هناك دور فعال للقوات الأوكرانية وما زالت تحت الأرض؟ بالفعل إن القوات الأوكرانية ما زالت مصرة وأيضا تتحدث في الإعلام وأيضا في الكتب الرسمية الخاصة بوزارة الدفاع عن لا يوجد نية لانسحاب كبير من مدينة باخموت، وهذه المدينة ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية على الرغم من اشتداد المعارك الموجودة داخل أحياء تلك المدينة الذين يحاولون طبعا من مرتزقة فاغنر وأيضا بعض من الجيش الروسي الدخول إلى محاورها الجنوبية والشرقية وأيضا من المحاور الغربية، حيث إن أردنا النظر في الخارطة عن العمليات التي تجري في منطقة باخموت نشاهد بأن أصبحت منطقة باخموت بالتحديد هي تحت قاب قوسين أو أدنى محاصرة من عدة محاور، وبدأ هناك طريق واحد للقوات الأوكرانية التي يتمكن من خلالها طبعا إيصال الإمداد، وهذا الطريق بالمناسبة هو طريق جدا قوي بالنسبة للقوات الأوكرانية، محصن للغاية، لا يتمكن طبعا قوات فاغنر حتى هذه اللحظة من استهدافه بشكل مباشر. عندما أيضا نلاحظ الفيديو المرسل من قبل رئيس مرتزقة فاغنر نشاهد بأن هذا الشخص لم يكن في داخل أحياء مدينة باخموت وإنما في قرية مجاورة لمدينة باخموت، وهذا الشيء الذي يثبت بأن ما زال هناك عمليات الإمداد. أيضا زيارة قائد الشرق للقوات الأوكرانية في مدينة باخموت منذ يومين ليس ببعيد نحن نتحدث، وأيضا التقى بمجموعة من القادة العسكريين هناك، سوف يتحدث طبعا الأغلبية عن أن هناك تصريح لأحدى قادة الاستطلاع الأوكراني حيث طلب منه الانسحاب من موقع مدينة باخموت. بالفعل طلب منه الانسحاب وتوجه إلى جبهة أخرى. اليوم هل أهمية باخموت أصبحت ضرورية للأوكران؟ برأيي أنا وبتحليل عسكري بأن انتهت مهمة مدينة باخموت بالنسبة للقوات الأوكرانية، واليوم القوات الأوكرانية سوف تحتاج إلى إعادة تموضع وتمركز التحضير لمعركة الربيع، ونحن تقصد من كلامك أن الأوكرانيين سيتخلون عن باخموت، وهذا أيضا ما يفسر أيضا تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وتقليله من أهمية باخموت الاستراتيجية، هل يعني ذلك فعلا أن باخموت شارفت على السقوط في أيدي الروس؟ ليست شارفت على السقوط وإنما على انسحاب القوات الأوكرانية من تلك المدينة بعد انتهاء مهمة القوات الأوكرانية في هذه البلدة الصغيرة. إن أردنا أن نتحدث هذه البلدة صدت الكثير من الهجمات الروسية، أودت بخسائر كبيرة بالأرواح الروسية من مرتزقة فاغنر، حيث تم الإفصاح وليست من خلالي أنا وليس من خلال وزارة الدفاع الأوكرانية، نتحدث من خلال الصحف الرسمية التابعة للقوات الروسية أيضا، ومن يتحدثون باسم فاغنر هم يتحدثون عن خسارة بما يشارف 30% من قوات فاغنر الذين هم كانوا ويحاولون السيطرة على هذه المدينة. أيضا خسارة العديد من القوات الروسية، نحن نتحدث عن 500 مقاتل روسي يتم قتله في محاولات زائفة للدخول على هذه المدينة. يعني هل النصر هو تكبيد العدو أكثر خسائر أو المحافظة على أراضيه؟ هنا أتكلم عن الأوكران. نحن نتكلم عن العدد والكم، أن أردنا المقارنة بين لكن في الأخير هناك حرب استنزاف، نعلم جيدا أنها حرب استنزاف. نعم. والكل استنزف قواته وعتاده أيضا، لكن في الأخير من أخذ الأرض؟ المنطقة باخموت حتى هذه اللحظة لم يتمكن أحد من السيطرة عليها بشكل كامل، ولكن نحن نتحدث عن إعادة تمركز للقوات الأوكرانية، ونحن على مشارف أن يكون في الشهر الرابع أي شهر أبريل، وهو العام الذي بدأ من خلاله القوات الأوكرانية الصمود في تلك المعركة في مدينة باخموت. نحن نشارف عن عام لصمود القوات الأوكرانية من هناك. أنا لم أتحدث بأن هناك عملية انسحاب، أنا ذكرت منذ البدء
بأن نفت الحكومة الأوكرانية عمليات انسحاب كبيرة من تلك المدينة، ما زالت هناك فرقة الردع السريع الأوكراني بالإضافة إلى قوات النخبة الأوكرانية الفرقة 93 و101 الأوكرانية، كلهم موجودين اليوم في هذه المدينة، لم يتم تسليمها إلى القوات الروسية أو يتم الاستهانة بتلك المدينة. فكل الأراضي الأوكرانية هي جزء من أوكرانيا، ويستمر القوات الأوكرانية في إعادة تمركزه لتمكن طبعا من الهجوم المضاد الذي نحن نتحدث فيه، والجميع أعتقد هو يراقب عن كثب ما هو نية الجيش الأوكراني من هذه العملية المضادة، هل يكون هذه عملية مضادة شاملة لتحرير كافة الأراضي الأوكرانية أم فقط في شبه جزيرة القرم أو الدنباس؟